انا مش متاكد من الرقم مبدئيا يعني. انا لا اصل المساله دي مهمه لان ممكن يبقى في خلط بين مجموعه اسكندريه اللي هي 45 واحد بالاستقاله بالحزب، في اعضاء مؤخرا قاموا بالاستقاله بالحزب، بس انا كل بقوله ان انا شخصيا كمتحدث رسمي بس الحزب كان منأسف الاستقالات جدا، خاصة بينها رموز محترمة ثورة 25 يناير زي الأستاذ جورج إسحاق ورحمة المرعي وكل اللي أنا قريته طبعا الدكتور أمانة الباشا، يعني ده مكسب الأسماء دي كلها مكسب للحزب، وأنا كنت بتمنى يعني بتمنى إن هم ينتظروا إجراء المؤتمر العام حتى يتم اتخاذ مثل هذا النوع من الخطوات، وإنه لو يعني في البعض بيقول إن هو عندهم اعتراض على إجراءات المؤتمر العام، وحتى لو في إجراءات على المؤتمر العام في وسائل داخليه للتظلم الإنساني، لكن احنا حزب الشور احنا عندنا حوالي 20,000 عضو 17 ل 20,000 عضو حسب ما انا عارف، والشباب الحزب هم الثروه بتاعته، وشباب الحزب لسه بيواصلوا العمل والنشاط في التحديات، واحنا زي ما بنقول مكملين. المشكله بص انا بصراحه يعني هتكلم بصراحه ان هو يعني لا يستطيع احد كفايه جماعه اخوان المسلمين من المسؤولين ان هم حتى لو لم يكن زي ما سمير قال حتى لو لم يكن الناس قبل الانتداء عليا ومحاولة أهلي بينتموا لجماعة الإخوان المسلمين، الجو العام اللي خلقاه جماعة الإخوان المسلمين باستمرار المظاهرات بشكل يومي باستمرار تقديم الأمر على إن هو انقلاب عسكري دموي يعني باستمرار السعي في الخارج لإعاقة أي تقدم إحنا ممكن نعمله داخل مصر مع الوضع في الاعتبار ان احنا لو عملنا تقدم اقتصادي مش هيستفيد انصار 30/6 بس هيستفيد كل الحكومات، فبالتالي يعني هم نعم انا بقول ممكن مش بقول يعني ما فيش اي دليل مثلا اللي عملوا عمليه الكنيسه بيعتمدوا جماعه المسلمين، بس جو الدعايه والكراهيه اللي هم بثوه على مدى 48 يوم في منصه رابعه بالحديث عن ان كل المسيحيين من انصار 30/6 والهجمات على الكنائس اللي حصلت بعد رحيل مرسي مباشره والموقف المايع اللي هم خدوه من هذه الاحداث، ده كله بيوفر الغطاء، بيوفر الغطاء السياسي للقيام بمثل هذا النوع من العمليات، وما نقدرش ننسى تصريحات البتاكي لما قال في اللحظه اللي يعود فيها مرسي تتوقف عمليات العنف في سينا، وان هو لما جه حاول يصلح نفسه قال لك ان دي من مظاهر الغضب، يعني مستحيل يكون من مظاهر الغضب قتل المصريين، هو دي الرساله اللي احنا محتاجين نسمعها من قيادات جماعه الاخوان المسلمين ان هم بيحرصوا على ارواح المصريين وبيحرصوا على مصر بجد، وعلشان كده لازم يتخلوا عن الاسلوب الدعائي المبرد اللي هم بيوصلوا التبسم فيه، يعني التاريخ لن يعود للوراء، مرسي مش هيرجع تاني، احنا محتاجين نتفق ازاي نعيش سوا في المجتمع نحقق هذه ثورة يناير اللي هي ما تعملش